الخامس تنفيذا لتوجيهات سامية لمولانا صاحب الجلالة نصره الله لأداء صلاة الغائب على أرواح الشهداء تغمدهم الله برحمته وأسكنهم فسيح جناته. وهذه مناسبة لدعوة إلى التضامن والإغاثة الإنسانية، ونعبر عن الأسى والأسف للمصاب الجلال الذي أصاب أسر والضحايا والمناطق في بلادنا العزيز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الضحايا كلهم برحمته ويشملهم بوسع رحمته ويحيطهم بعفوه ورضوانه، وأن يحفظ بلدنا وشعبنا تحت القيادة الرشيدة السامية لمولانا أمير المؤمنين، حفظه الله وأعز أمره وأدام ملكه وحفظه في شعبه الوفي. ونعزي المغاربة جميعا في هذه النكبة العظيمة الخطيرة، ونعزي أسر الضحايا في عين المكان. نسأل الله عز وجل أن يرحم أمواتهم وأن يجعلهم في عداد الشهداء، وأن يشفي جرحاهم وأن يعافي مبتلاهم وأن يخلفهم في أموالهم وأهليهم خيرا. هذا المصاب هو قدر الله وقدره لا راد له. نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا، ومن لطف الله عز وجل أن هذا المصاب احنا ما نتمنوش يكون شي مكان، لكن كما يقول خبراء الزلازل من لطف الله عز وجل أنه جاء في منطقة صخرية جبلية امتصت ثورة هذا الزلزال الضخم الذي وصل إلى 7 على سلم ريختر، و7 راه درجة كبيرة. تركيا أقل من ذلك كانت فيها الضحايا بالآلاف. فهذا من لطف الله، هذا المغرب هذا من لطف الله الذي قضى تحت الأنقاض. هؤلاء كلهم نحسبهم عند الله عز وجل شهداء. نسأل الله عز وجل أن يتقبلهم وأن يرحم موتاهم وأن يعافي مبتلاهم، ونبارك ونقدر تضامن المغاربة الذين أبانوا عن معدن النفيس حينما خرجوا في كل مدينة وفي كل قرية تطوعا بما يملكون بأنفسهم بأموالهم بجهودهم حتى بدعواتهم، هؤلاء الحاضرون في هذه الصلاة. نسأل الله عز وجل أن يقبل منهم، وبتعليمات من أمير المؤمنين أقيمت صلاة الجنازة في كل مساجد المملكة، وهذا عربون تضامن آخر من نوع آخر. نسأل الله عز وجل أن يرحم وأن ينفع به، آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. قمنا بصلاة الغائب على الشهداء ديالنا في منطقة الحوزة. الذي أريد قوله هو قضاء الله، ولما فر من قضاء الله، غير أن هناك بشارة والمغاربة يستبشرون خيرا، وأن حدة زلزال ومقياس دياله
راه سبعة، وحنا كنعرفوا سبعة درجات شنو عملت في الدول وفي العالم بأسره. المغاربة كلهم واحد، يعني التمغربيت ديالنا بما فيها الأمازيغي، الصحراوي، السوسي، غير ذلك، ولا مغربي واحد. إذا نستبشر خيرا والحمد لله فيما واقع، والله يوفق الإخوان اللي هما قايمين بالدور ديال الإغاثة والاستنجاد، وحفظكم الله وحفظ المغرب والمغاربة بالقيادة المولوية سيدنا الله ينصره. يومين هذه أنا يومين ما نعش، قلب ديالي دابا حاليا دابا قلب ديالي كي يعني كي مزوي مرة، مع أن بدي ما عارف راسي، ما عارفش راسي واش غنصرف هنا ولا ما غنصرفش. لعن الله، هذا أمر الله اللي والحمد لله اللي بعدا تهدنت بعدا الدنيا بعدا ولات مزيانة. وكنشكر أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والله يحفظه. لا استعملك ونتوب إليه، عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام.